السلام عليكم، كيفكم دايرين؟ هاي على بس جولة اليوم، جولة ثقيلة اليوم في مدينة أزيو. راح نكتشفوا فين رحبوا هذه المدينة، نشوفوا برا الشابين فيها شواطئ معروفة أزيو بشواطئ تاع المازولة والصخرية. قعدوا معنا. كانت هذه رحلتنا في أرزيو، كانت رحلة خفيفة على كل حال. شفنا شوية شواطئ، شفنا وسط المدينة. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتتابعوا قناتي على صفحة يوتيوب باش يوصلكم جديد إن شاء الله. شكرا وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.